جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: عندما تشكي لي صديقة من زوجها وما يفعله بها، علما بأنها صادقة فيما تقول، ودوري أنا يقتصر على الاستماع وتصبيرها بكلمات طيبات، هل نحن آثمتان في الحال ذلكم؟ جزاكم الله خيرا. أنت أحسنت في أنك تحثينها على الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الأمر مع زوجها، أنت محسنة في هذا. وأما هي الأفضل لها أن لا تبيح في هذا الأمر إلى أحد، وأن تكتم هذا الأمر وتصبر، وأن تصبر عليه، إلا إذا كان هذا الذي تذكر له هذا الحال بينها وبين زوجها له قدرة على التأثير على الزوج في إصلاحه ومنعه من الإساءة فلا بأس. أما إذا كان هذا الغير ليس له قدرة ولا تأثير فلا داعي بذكر ما ينالك من زوجك عنده. نعم.